القمح والقطن والذره والبنجر مثلا يعني، وبنجر السكر وبنجر هذه المحاصيل. في هناك استراتيجيات فعلا، في ان هو الرز يعني حاليا انتاجه 4 طن الفدان، هو في نتائج جايه جيده جدا بالنسبه للرز، بقى هيبقى 5 طن الفدان، وبالتالي يقلل بيروح فين يا باشمهندس؟ الرز بيروح فين للمواطن المصري ولا بيروح فين ولا بيتهرب بره وهم ممنوع تصديره؟ لا دي ملهاش علاقه بوزاره الزراعه. تنسيق يعني، لا معلش، غياب التنسيق بين الوزارات المعنيه بيصدر لي مشاكل في الشارع. ان هو يتكلم هذا الكلام في التهريب والكلام ده كله، وتحط الاكس ريز الموجوده في كل المنافذ. تمام سلم. ما انا بقول لك انا بس عشان نلقي الضوء وزاره الجمارك. لا انا بتكلم دلوقتي على وزاره الزراعه. تمام. انا بقول وزاره الزراعه يعني حاليا أكيد سواء في جميع المحاصيل الحقلية أو الاستراتيجية أكيد عندهم برامج، وبرامج واضحة جدا. تمام. بتطبق بقى وبتتابع يعني بعد ما بتطبق بتتابع بيبقى فيه استراتيجية معينة ولا لا؟ لا بس يعني يا فندم هذه الوزارة أو هذا التعديل الوزاري من 3 أشهر بس. يعني حضرتك عايزة يعني شخص إن هو يقوم بحل كل المشاكل الزراعة والفلاحين في مصر في خلال 3 أشهر؟ لا أعتقد إن في حد يقدر يعمل هذا الكلام حتى لو جبنا يعني شخص. طب اديني إشارة.